حديث أكثر حول هذا الملف مشاهدينا. ينضم إلينا الآن نبيل الخطيب رئيس النقابة اللوجستية الأردنية ونائب رئيس غرفة تجارة عمان. أستاذ نبيل أهلا وسهلا بك في أخبار الأسبوع. جزء من الهدف من التدابير الحكومية الأخيرة وهو والإجراءات طبعا الحكومية الأخيرة انتظام سلاسل التوريد. كيف تبدو سلاسل التوريد حتى هذه اللحظة إلى المملكة تحديدا من باب المندب إلى ميناء العقبة، خاصة أن هنالك أخبار دعني أقول كانت طيبة خلال الأيام الماضية بوصول عدد من البواخر والسفن إلى ميناء العقبة؟ يسعد مساك أخي طارق، أنت والمشاهدين الكرام، حياك الله. بداية نعم هناك أخبار تدعو إلى التفاؤل بما يخص سلاسل التوريد والإمداد. زي ما تفضل حضرتك، الإجراءات اللي تم اتخاذها من مجلس الوزراء إجراءات جيدة جدا، وبالتأكيد سيكون لها انعكاسات إيجابية على السوق المحلي. وجميع هذه الإجراءات التي تم اتخاذها هي إجراءات احترازية وإجراءات فعلية، منها مثل ما تفضلت اللي هو تحديث سقوف سعرية لأجور الشحن، وهذه ستنعكس إيجابا على التكلفة، بالإضافة إلى منع تصدير المواد الأساسية وعملية الإسراع في التخليص الجمركي، وكذلك إعطاء التعليمات إلى المؤسستين الاستهلاكية والمدنية بضرورة المحافظة على الأسعار وتثبيتها حتى نهاية الشهر الفضيل. الإشي اللي مريح إلى حد ما، إحنا طبعا كما تعلم البضائع كلها اللي تيجي للأردن تجيش كلها عن طريق باب المندب، تجينا كمان بضائع تيجي عن قناة السويس اللي تيجي من أوروبا ومن أوروبا من البحر المتوسط وأوروبا وأمريكا، هذه كلها تيجي عبر قناة السويس، لم تتأثر بشكل كبير، وبدأت تدفق البضائع تصل بالمواعيد المحددة لها. اليوم عندنا كمان نطلع إحنا بنراقب الحركة بالسوق لغاية الآن، يعني نشعرش أنه في هناك نقص في المواد لأنه في مخزون كان إلى حد ما مريح، وبدأت تصل البضائع تباعا، وكان في خلال الأسبوع الماضي وصل عدد من البواخر، واليوم المؤشرات بتعطينا انه حتى شهر 2 ل 10 2 من يوم غد، من بدايه او من غد 28 او 29 2 وعفوا 1 ولغايه 10 2 تقريبا، في عندنا كمان 10 بواخر في الطريق لعده خطوط ملاحيه، منها من جنوب شرق اسيا والشرق الاقصى ومن اوروبا وامريكا. فلذلك بعتقد انه هذه راح تساعد على استقرار الوضع وتعزز المخزون الاستراتيجي من كافة المواد. أستاذ نبيل، السؤال الآن ياريت توضح هذه النقطة إذا كان لديك معلومات دقيقة حول الموضوع للمواطن، ما الذي يأتينا من سلع أساسية عبر باب المندب؟ ما الذي يأتينا؟ هناك من يقول أرز لحوم، هناك من يتحدث على الزيوت. نعم، باب المندب بيجينا هو تقريبا يعني اغلب مش المواد الاستهلاكيه فقط، بيجينا الرز طبعا بالتاكيد، الرز بانواعه بكافه انواعه، بيجينا من فيتنام وبيجي من الهند وبيجي من تايلاند، هذه بتيجي عبر جنوب، بتيجي عبر باب المندب، والسكر كمان بيجينا بعض الشحنات. السلع الرئيسيه طبعا بعض الزيوت كمان بتيجي من جنوب شرق اسيا من ماليزيا تحديدا، وهي بتيجي طبعا عبر باب المندب. ما تبقى في امور كثيره، اذا بنيجي للسلع الرئيسيه مثل القمح والشعير والاعلاف، وهي كلها بتيجي عبر قناه السويس، وهذه لم تتاثر الى حد ما، يعني المخزون بتاعها جيد والحمد لله رب العالمين. حسب ما فهمت في لقاءات سابقه ان ما ياتي اكثر 70% يمكن من المستورد من باب المندب بياتي في امور اخرى مثلا المحيكات الى غير ذلك. لا طبعا هي الملابس بتيجي، لكن احنا باب المندب كله تنطلع ايش الاجمالي، احنا بيجينا حوالي 45% من الواردات الاردنيه بكافه انواعها عبر باب المندب، لكن كعدد حاويات اذا ناخذ نسبه البضائع المشحونه بالحاويات اللي بتيجي عبر باب المندب حوالي 60% كحاويات، لكن مجمل البضائع الحاويات مع البضائع الجنرال كارغو بتشكل عندنا بحدود من 45 الى 50% من حجم الواردات الاردنيه. طيب استاذ نبيل، كل الحكي والكلام الذي يقال حتى هذه اللحظه هو اننا باذن الله لا توجد لدينا مشكله في المملكه بموضوع توفر السلع، لان هنالك مصادر متعدده كما قلت، ولكن القلق من التكلفة بسبب طبعا ازدياد طول الشحن وطول المسارات للبواخر في البحر عبر رأس الرجاء الصالح وغيرها أيضا من المسارات البحرية. إلى أي مدى هذه الإجراءات الحكومية باعتقادك الآن ممكن أن تحافظ على هذا الوضع وأن لا نصل لمرحلة لا سمح الله
ازدياد هذه التكلفة وتنعكس لاحقا على المواطن؟ شوف، احنا عندنا تجارب سابقة ونجحنا فيها في أزمة كورونا. هذه مش التجربة الأولى إن في عبر الأزمات، وكانت تجربة ناجحة، والإجراءات التي تم اتخاذها هي إجراءات إيجابية. إجراءات الحكومية اللي تم اتخاذها، تعزيز المخزون، وحتى إحنا التجار اللي عندنا الكل حريص على أن تصل البضائع بغض النظر عن التكلفة اللي عملها الزيادة بالتكلفة، والتاجر كثير من الأوقات يضحي بهامش من الربح حتى لا يؤثر على الكلفة النهائية، والكل متعاون فيما يخص هذا الموضوع. ولا أعتقد أنه راح يكون، لعدة أسباب. أولا، العرض والطلب هو اللي بيحدد. إذا بتلاحظ أنت خلال الفترة السابقة لا يوجد أي تهافت من المواطنين على شراء المواد الاستهلاكية وخلافها، لعدة أسباب. أولا، الإنسان عماله الوضع، القوة الشرائية لم تعد كما كانت في السابق، ولا يمكن أن تتهافت على شراء بضائع لغايات التخزين. أنت بتروح تشتري الحاجة اللي أنت محتاجها والكميات اللي بتحتاجها، وهذا السبب اللي يخلي الناس مطمئنين، لأنه كل البضائع حتى الآن لم نشعر بأي شح في أي شيء من البضائع الأساسية والمواد الاستهلاكية الرئيسية والأساسية في البلد. أشكرك جزيل شكر الأستاذ نبيل الخطيب، رئيس النقابة اللوجستية الأردنية، نائب رئيس غرفة تجارة عمان. شكرا على كل هذه التفاصيل المعلومات.